نحن في انتظار بداية المشوار في مباراة منا. مشاهدينا متابعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نهار الكل للناس الكل، أنا رؤوف خليل أحييكم من خلال التعليق على مباراة اليوم. المتميز أمام المرمى، لكنه لم ينجح في اللمسة الأخيرة. يحاول فك دفاعات المنافس، يلعبوها للأمام. فاتت ومرت ووصلت إليه. ممتاز وسليم بدون أخطاء. رأسية مثالية
في التسجيل. سنتابع الدقائق المتبقية الآن. لا نعرف ماذا قال المدربان للاعبين في استراحة بين الشوطين. نتوقع أن تتغير الأمور ونرى المزيد من الفرص التي ستأتي تباعا بالأهداف. من سيكسر الجرة هذه المرة؟ كرة تونية في المساحة الخالية، كانت لتصبح هدفا لو كانت اللمسة الأخيرة جيدة. ينطلق نحو الخط الأمامي، ضغط أمر الحكم بمخالفة وضربة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار الجانب السلبي بالتحديد. Let's go.
الجهه البدنيه وحصل على الكره. ما هي صافره نهايه المباراه؟ كانت المباراه متارجحه بين الفريقين، ربما لم يحالفهم الحظ بعض الشيء، عاندتهم الكره في بعض اوقات المباراه. يحاول المنافس في الاعتماد. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga di share videonya. Terima kasih banyak ya.